أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، كي لا أقول ولا أعمل ولا أنطق إلا بما يرضيك عني. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل على بركة الله في سورة العنكبوت من الآية 23 إلى الآية 30 من نفس الصحة. فعلى بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض حياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم
مأواكم النار وما لكم من ناصرين. مرة أخرى. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. شوية. إنه هو العزيز الحكيم. إنه هو العزيز الحكيم. ما بقى ثم مد أو كمعنتها ثم واو صغيرة بعد الهاء الضمير. إنه هو العزيز الحكيم. ترى العودوها هذه. ما نلصقوش الهاء في الهاء ونعملها حرف واحد. إنه هو العزيز الحكيم. إنه هو العزيز الحكيم. ردوا بالنا فيها الهاء حرف ضعيف بطبيعته. الهاء في الخروج كي يخرج الحرف ضعيف. معناها ركزوا منيح في القراءة متاعه حرف الهاء خاصة لأنه أضعف حرف. مش ما نضيعوش. إنه هو العزيز الحكيم. عود الآية. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة. وإنه ثم مد ثم خرج ثم واو صغيرة مصورة تقرأ وإنه. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عود الآية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إذ قال لقومه إنكم لتأتون
التضمير في لقومه، إذ قال لقومه، ثم مد حركة ثانية لقومه، ثم يا صغيرة مصورة بجنب الهاء، كيف كيف هذاك زاد مد تعمل مد، ما تقولوش لقومه إنكم، لقومه إنكم، نعطيها وقتها معناتها الوقت بتاع الهاء المكسورة تاخذ حركتين في مد كأنه مد كأنه مد طبيعي حركتين، ولقومه إنكم لتأتون الفاحشة، به العرض الآية ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، نجم نقف سبيلنا، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال ربي مش ربي ما فيهاش مد، مش قال ربي، قال رب انصرني، صرني هذه فيها مد حركتان، قال رب انصرني على القوم المفسدين، عودوا مرة أخرى ودوا بنا فيها، قال رب انصرني على القوم المفسدين، نرجع مرة أخرى، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وقال إنما اتخذتم مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما
إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نمر إلى القراءة الفردية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض بعضا وما واكم الله. عودها ثم يوم القيامة. عودها مرة أخرى. عودها مرة أخرى. ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجرا في الدنيا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوط إذ قال لقومه إنما لتأتون إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديك بالمنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أتونا بعذاب بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. يعطيك الصحة. جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. إلا أن قالوا 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 اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله. وقال إنما اتخذتم في الرواية نقرأ بها نقرأ الذال معنا ما نقوش بها اتخذتم اتخذتم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال لوط وقال له لوط فآمن له لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا لكم الصحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. هذه الصحة جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي
إنه هو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نحبوا قبل ما نقربش نتعداو للجزء الثاني، نسمعكم في مراجعة الصور القصيرة في التلاوة، نثبت معكم الصور القصيرة مرة أخرى من الفاتحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم لنا شوية وقت باش نجمو نفقدوا الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الرواية مفخمة، في رواية قالون مفخمة، ثم في رواية أخرى كالأخيرة هي آخرة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم بها إنكم إنكم عدد بعضها إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا لا شيء يقول احنا متاعي الغنى تفخم حتى ثم حرف قاف. شفت مش كما غنى ثم حرف سين كما ثم حرف قاف. الغنى تتبع الحرف اللي تيجي من بعد، كان الحرف مفخم هي تفخم. الا انقى معناتها لازم كيف نحضروا الغنى نحضروا الحرف اللي شرطه به. الا انقالوا دينا شفت كذا مثلا. وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. عودة رحمة الله أخرى. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. عودة. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جزاكم الله خيرا. صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. بعضا. هي تحاول تتبع العين هذاك علاش خاطر الرم
مفخم. أي حرف باء مفخم. بعضكم بعض نجرب بالتدريب على كل دي. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني فآمن له لوط لوط على صوت شيئاك مبتد فعجيب الطعم قلت لا أجل لوط. فآمن له لوط لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. إنكم لتأتون الفاحشة معلش مش تقف معها مش لتأتون الفاحشة لكن في التالت وليك إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم على القوم المفسدين. جزاكم الله خيرا. الله يتفضل. آية عمسة. فلا جاء إلا الرحمن الرحيم فلا كان جواب قومه إلا أن أو حرفه فأنجاه الله من الإسلام فإن ذلك لآيات فين تقرأ أمسك؟ فجأة شوف تكتب معها الآية. فما كان جواب قومه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لا
حياة الدنيا. قلنا يوم القيامة يذكر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم لبعض وتأواكم النار وما لكم من نصير. فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العليم الحكيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شنو زلنا بشقرة مش نعرفوا من يقفوا هذا هي تو زلنا يزوزوا في أيمن ومعونة فلا أنت حفظة تقرأ أيمن ما لا تقرأ الصفحة الكل حفظ أقرأ حفظا أقسموها مع بعضكم ما لاش ترجع تقرأي ما يكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عمل إدغام أحد من العالمين. أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. إلا أن قالوا ائتنا أي هكك. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يعطيك الصحة شكرا. آية سي أي من يكون يبدأ الجمعة آية سي أي من أعطيني إشطار الصفحة وأنت كمل نتيجة وجمع إشطار الأخوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إننا اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. جزاكم الله خير. يعطيك الصحة يا سيدي. طيب. أي سمو جمعة كم سكر لنا الصفحة دخلت على الدور الفقرة اللي بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا آتينا وجعلنا في ذريتهم كذلك في الأنبياء ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في
الآخرة لمن الصالحين. نعود الكل. هذا الكل وهبنا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطاً إذ قال لقومه إنما إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الصحراء